تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس رودريغو دوتريتي رئيس جمهورية الفلبين وذلك في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله أعرب فيها فخامته عن خالص تعزيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى